فعلا الكوميديا دخلت لي كانت عندي 6 سنين ملي كنت كنقلد الاستاذ والمدير والناس اللي كيجيو عندنا للدار. ولكن زعما الدخول ديالي الفعلي كنعتبره العالم الاحترافي الحمد لله في ستاند اب في 2017 النهار اللي كان التواجد ديالي في برنامج ستاند اب على الاولى. الحمد لله كنت حققت بقيت حتى الفينا زعما حققت واحد الانجاز اللي هو عظيم بالنسبه لي. أعلى نسب مشاهدة حققها لي الفيديوهات هو فيديو التران اللي كنت عملت، فكان خدا واحد الشهرة واسعة جدا. فيديوهات بزاف عندي نسب مشاهدة. فيديو الغلاء الأسعار مؤخرا فوصل لي باش 6 مليون 7 مليون. فيديو الطيارة، فيديو العيد الكبير، أنا الفيديوهات ديالي كاملين كيحققوا نسب مشاهدة عالية الحمد لله. نمطية فتت الشخصية الحدود ديالها، ماشي مدة زمنية، إلا الشخصية بدأت كتفوت الحدود ديالها في شي حاجات اللي هي كتشوف راسها بقاتشي كتضحك فيهم. عندنا بزاف الشخصيات عالمية بقاو 17 سنة، علاش ما تخلوشي في النمطية؟ علاش دايما كتجيو عندنا حنايا وكتبقاو تقولوا النمطية كنهضرش عليك، هذا كنهضر على الجمهور. كتجيو عند ديك الناس اللي يلاه فادين كيحاولوا يبنيوا الطريق ديالهم مزيان، كنبقاو عليهم النمطية كنعتبرها أنا وجهة نظري. إلى الشخصية ما بقتش عندها ما تقدم، فهذيك هي نمطية تخرج في حالها. ولكن كاينين بزاف الشخصيات بقاو أعوام وأعوام. لا، الفيديو الاولاني اللي تبارطاجا كان عفوي. بعض الفيديوهات كيكونوا دائما عفويين مع الناس الزنقه مع اصحابي اللي ما كيكونوش عارفين. انا كنعتبر راسي الا مشيت قلت لشي واحد عافاك مثل معايا فغيمثل، فاش كنقولوا الشخص متزف راه كيمثل، فكنخلي الفيديوهات ديالي عفويين باش ما يكونش ديك النوع بقاو نعاودوا ونعملوا. فداك الشيء المغاربه كيعرفوا الحاجه العفويه وكيعرفوا الحاجه اللي فيك. الحاجه اللي كنوجدها مستقبلا كنعتبرها في اطار المسرح ماشي في اطار التلفزيون ولا الفيديوهات اللي كنعمل، فان شاء الله ملي تكونفيرما وتوجد مزيان هي كطيب على نار هادئه ان شاء الله نقولها لكم. تخيل انا والله ما كنشوف الحاجات السلبيه، والله ما كنقراهم، انا ما كنقراش لي كومونتير، كنقرا لي كومونتير اللي كيكونوا في تيك توك وفي الانستغرام فيسبوك، ما كنقراش لي كومونتير ديالو. والله زعما ما بدون شنو كيقولوا تكبر ياك، ما كنجبرش شي قليل 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 شي ناس الله اعلم الحاله النفسيه ديالهم كيفاش كانت باش كتبوا لي ديك الكومونتير، ولكن قليل قليل بزاف. انا الناس كتبغيني وانا كنبغي الناس الحمد لله. ما تفرجش فيهم، انت كتقول علينا تافهين، ما كيقولوش عليا انا، كيقولوا عليا انا تافهين نحشم عليكم. علينا لا 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 ما تفرجش. اي انا كنقول لاي واحد شي حاجه ما كتعجبك شي حيد لا ابوني واعمل له لا يعجبني هذا المحتوى، وما تكومونتي، ما تقول لي، ما نقول لك، ما تقول له، ما يقولوا لك الحاجه اللي ما كتعجبكش تفاداها ما تفرجش فيها اصلا. وجهه نظر، فاش من فلوس الله يهديكم، عندي 5000 درهم مدخله لي الفيسبوك هذه 3 شهور وانا كنجمع فيها دولار بدولار، اش من فلوس؟ راه ما كاينش فلوس، راه الفلوس اللي كتدخلهم راه كتخسرهم في حاجات اخرين. انا الحاجه اللي كنحمد عليها الله هي انني خدمت على راسي، تابرت وعملت محتوى مزيون، وعملت خدمت مع ناس في اشهارات تبارك الله مزيانين، خدمت فعملت بروجي ديالي اللي كنترزق من الله، حيت ما بقاوش حنايا ديما الفنان كيشكي وديما ما عندناش وديما ما الناس قدامي اللي كانوا كيشكيو، فمشى هذاك الزمان الشكوى. فهذا الزمان تبارك الله الفيديوهات كيحققوا نسب مشاهده عاليه فكتخلص عليهم مهرجانات، فبنادم خصو يجمع الفلوس باش يعمل المستقبل ديالو. فالحمد لله عملت واحد البروجي اللي هو متواضع، كنخدم فيه مزيان، الناس راضيين عليه، هذا الشيء اللي عملته انا من الويب. الثروه ديالي كتبلغ بليون ياك و 38 الف مليار الف، هي كتشي كنخربق فيه في الارقام. شوف باش تشوف باش تفهمني، ما كنعرفش باش تفهمني، ما كنعرفش، ما كنعرفش حتى الارقام بلايين وديك الشيء. الثروه ديالي هي حب الناس،
وصلت لحد الآن 500,000 مشاهدة، 500,000 أبوني في الانستغرام، 500,000 أبوني في في, في تيك توك، ويمكن 400,000 في الفيسبوك. الفيديوهات ديالي ضربت أكثر من 16,000,000 مشاهدة، كنحقق نسب مشاهدة عالية. هذيك هي الثروة ديالي، هي يبقى ربي سترني وعطيني القبول. والناس كتلقاني الأمهات في الزنقة وكيقولوا لي تبارك الله عليك كنبغيوك، كتلقاوني رجال كبار تبارك الله كيقولوا لي ديكشي عندك مزيان. هذيك هي الثروة ديالي. طموحاتي نعيش مزيان بسلام، من أدي حد ما أديني حد، يبقاو لي الوالدين ديالي وخوتي يكونوا عايشين بخير ومزيان. طموحاتي في الحياة أنني ما نحتاج حتى شي واحد بإذن الله، ويبقى عندي هذا القبول اللي عطاني الله، والله يسترنا كاملين دنيا وآخرة. لا رد على فحال التعليقات هذه، كان أكل فلوسي وكان خلص كل شيء فلوسي. اللي بغى يعمل لي شي كادو يكبر بيا شكرا بزاف، الله يحفظكم. لا عجبتني شي حاجة كان بارتاجيها مع الناس، لأن الناس اقترحوا علي أنني بارتاجي شي حاجة ديالهم كمشي وكنجربها وكنشوف شنو كاين، عاد كان بارتاجيها مع الناس، حيث ما يمكنش تبقى تبيع الناس الحاجة رسوم عديالك. هذيك الناس اللي كيكبروا بينا وكيقولوا لنا كلوا فانا دائما ما كنحطش راسي في حال هاد المواقف، وإلا اضطريت فالله يكبر بيهم شكرا بزاف. انا اصلي جبلي، انا اصلي بني حسن، كل واحد كيدار. كاين بزاف الناس في اكادير تبارك الله كوميديين كنعرفهم كيهضروا باللغه ديالهم باللغه السوسيه، كاين بزاف كنعرفهم في كازا كيهضروا بالكازاويه. انا واحد الانسان اللي ترعرعت في في في, في واحد الوسط اللي هو شمالي جبلي، فعلاش العج لا ما نهضرش باللغه اللي كنتقن انا بلا ما نبقى نتقن. انا كنتقن جميع اللهجات باش تكون فاهم، كنتقن جميع اللهجات، ولكن انا اللغه ديالي الام ولا اللهجه ديالي الام خصها تبان. شكرا بزاف لكم، شكرا بزاف على هذا الحوار الشيق، تبارك الله عليكم. ان شاء الله نبقاو دائما عند حسن الظن، وان شاء الله اللي ما يجي يكون حسن. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.